ناس كتير قوي الفترة اللي فاتت قعدت تقول يعني رمضان صبحي انضمامه للمنتخب وهو ما كانش بيلعب الفترة الأخيرة، ايه سبب انضمام رمضان صبحي للمنتخب؟ بصي، هو يعني كان في رؤية من الكابتن حسام، والحمد لله احنا كجهاز الرؤية دي كانت على المدى البعيد. لو تفتكري في اول معسكر خالص احنا اخترنا 32 لعيب في اول معسكر، وحصلت ظروف وبيراميدز والناس ما جاتش وناس مش عارف اتصابت وناس، نفس الشيء المرة دي حصل ان احنا اخترنا 26 لعيب. رمضان صبحي من ضمن ال 26 لعيب، ولكن احنا اتفاجئنا برمضان صبحي، بمستوى رمضان صبحي. حتى انتوا كمان لما شفتوه في المباراة الاولى ما نزل اخر ربع ساعة